أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان صانع المفاتيح والشيخ الغريب، وهي من القصص الخيالية المثيرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في مدينة وادعة تحيط بها الحقول الخضراء والجبال الشاهقة، عاش صانع المفاتيح شاب يدعى باهر. كان باهر ليس مجرد صانع مفاتيح بارع، بل كان رمزا للحكمة والفطنة في مدينته. كان متجره الصغير يجذب الناس من كل حدب وصوب، يبحثون عن المفاتيح التي تفتح أبواب حياتهم ومقتنياتهم. وفي صباح كل يوم كان يفتح دكانه المتواضع، حيث تتراقص المفاتيح على الأرفف كنجوم متلألئة في سماء الليل. كان باهر شابا متوسط الطول بشعر أسود كالليل، وعينين لامعتين كعيني الصقر، تحملان في طياتهما الأمل والنشاط. كانت يده الماهرة تتعامل مع المعادن كأنها تحيي الأرواح، يحول قطع الحديد والنحاس إلى مفاتيح تفتح ليس الأبواب فحسب، بل أبواب الأمل والفرص. ومع أنه كان فقيرا وبالكاد يملك قوت يومه، لكنه لم يكن يشعر بالفقر أبدا، فقلبه الغني بحب أمه وقيمه النبيلة كان كافيا لملء حياته بالسعادة. وعندما كان يعود بعد يوم طويل من صنع المفاتيح إلى بيته المتواضع وسط حارة قديمة تعبق بأصالة الماضي وروح الحاضر، كان البيت صغيرا ولكنه ممتلئ بدفء الحب ورائحة الخبز الطازج التي تعدها والدته، والتي كانت سيدة حكيمة تملأ المكان بحنانها وحبها، والذي يفيض كالنهر الهادئ. كانت والدته تستقبله بحرارة وتحتضنه بشوق، كانت تهمس في أذنه بكلمات دافئة وتملأ قلبه بالسكينة. كان باهر يبر بوالدته إلى أبعد الحدود، يعاملها كملكة ويحرص على راحتها وسعادتها. كانت هي عينه وقلبه ونوره الذي يهتدي به في ظلمات الحياة. كانت والدته رغم حياتهما البسيطة دائما تمازحه بمزحة محببة إلى قلبها، تقول له بصوتها الرقيق: يا باهر يا ولدي، على طيبة قلبك هذه ستتزوج من ابنة الوالي. كان باهر يضحك من أعماق قلبه كلما سمع هذه الجملة، كأن ضحكاته تزين المكان بألوان الفرح. كان يرد على والدته بنبرة محببة وابتسامة عريضة: يا أمي، أنت لا تعرفين شيئا عن هذا العالم، كيف لفقير مثلي أن يتزوج ابنة الوالي؟ وكانت والدته ترد عليه بابتسامة أوسع، وعيناها تلمعان بالأمل: لا ينقصك شيء يا ولدي، فأنت تملك قلبا من ذهب ونفسا نقية، ليس هناك مشكلة في أن يحلم الإنسان، أحيانا الأحلام تتحقق ما تعجز عنه الأفعال. كانت كلماتها تتراقص كفراشات في حقل من الأزهار، تحمل بين طياتها حبا خالصا وأملا لا ينتهي. كان باهر يتأمل وجه والدته المشاع بالأمل ويشعر بشيء من الفخر والاعتزاز. كان يدرك أن الأحلام ليست مجرد خيالات بعيدة، بل هي بذور تزرع في القلوب لتنبت واقعا أجمل. وكان من عادة باهر أن يجلس في الخان مساء مع أصدقائه من التجار وأصحاب المحلات، يتبادلون الطرائف كأطفال في يوم العيد. كانت الجلسات تضيئها أحاديثهم وضحكاتهم، وكأن الزمن يتوقف ليستمتع بصحبتهم.
كانت أصوات الضحك تعلو وأصوات المرح تمتزج برائحة الشاي المنعش والمنبعثة من الأباريق النحاسية. في إحدى تلك الأمسيات، وبينما كانت الأحاديث تتوالى كتيار النهر المنساب، قال باهر بضحكة مدوية: أيها الأصدقاء، دعوني أحكي لكم طرفة حدثت معي اليوم. رفع الكأس ليأخذ رشفة من الشاي الدافئ، ثم تابع قائلا: جاءني شاب غريب بطلب عجيب. قال إن حبيبته طلبت منه أن يبذل جهدا في البحث عن مفتاح قلبها، وظن هذا الشاب أنها تريد مفتاحا حقيقيا، وبدأ بالتفكير في كيفية صنع مفتاح لمثل هذا الباب المجهول. وارتفعت ضحكات الأصدقاء وامتلأت العيون بالدموع من شدة الضحك. ثم قال باهر للشاب: أيها الشاب، طلبك ليس هنا، حبيبتك ربما تطلب منك الاهتمام بها أو أن تفهم حاجاتها، وهذا كل ما في الأمر. نحن هنا نصنع المفاتيح للأبواب والأقفال وليس للقلوب. ضحكوا جميعا مرة أخرى، ولكن الشيخ الكبير الذي كان يجلس بالقرب منهم يستمع ويبتسم بحكمة. كان وجهه يحمل ابتسامة غامضة كأنه يخفي سرا عظيما، وعيناه تشعان بمعرفة عميقة. ولكن فجأة توقف الضحك عندما دوى صراخ العامل في الخان ينهال باللوم والنهر على الشيخ المسكين. كان المشهد غير مألوف لباهر وأصدقائه، والذين توقفوا عن الضحك ونظروا بعيون فضولية إلى ما يجري. وبسرعة توجه باهر نحو العامل بخطوات هادئة تحمل في طياتها شجاعة الفرسان ورقة النسيم. سأل العامل وبهدوء: ما سبب صراخك على هذا الشيخ؟ رد العامل بصوت ممتلئ بالغضب: هذا الشيخ لا يملك ثمن الطعام الذي تناوله، وكلما سألته يستمر في الابتسام، وهذا ما يغيظني. نظر باهر إلى الشيخ الذي كان يبتسم ابتسامة وادعة كأنما يحاول أن يبث الأمل في قلوب من حوله رغم فقر حاله. شعر باهر بشيء من التعاطف، كأنما رأى في هذا الشيخ صورة والده الذي رحل وتركه، ومع أنه لم يكن يملك الكثير من المال قرر أن يدفع عن الشيخ ثمن الطعام. أخرج بضع قطع من النقود من جيبه وقدمها للعامل قائلا: خذ ثمن الطعام ودع الشيخ يرحل بسلام. نظر الشيخ إلى باهر بامتنان كانت عيناه تحملان شكرا عميقا، وابتسامته أصبحت أكثر دفئة. قال بصوت هادئ: شكرا لك يا بني، لست بحاجة إلى المال بل إلى قلب نقي يفهم معنى العطاء. غادر الشيخ المكان تاركا وراءه أثرا لا يمحوه الزمن في قلب باهر، والذي عاد إلى طاولته حيث كان أصدقاؤه ينظرون إليه بدهشة وكأنهم يرون فيه بطلا من الفرسان. سأله أحد أصدقائه: لماذا فعلت ذلك؟ هل تعرف هذا الشيخ؟ ابتسم باهر وأجاب: لا، لا أعرفه، ولكن ابتسامته وسوء حاله ذكراني بوالد الراحل، ولم أستطع أن أتركه يعاني. ربما نحن بحاجة إلى أن نمد يد العون لمن حولنا. كانت كلماته تتردد في آذان أصدقائه، والذين شعروا بشيء من الفخر بصديقهم. وبينما كانت الليلة تتقدم، شعر باهر بأن لقاءه بذلك الشيخ لم يكن مجرد صدفة، بل ربما كان بداية لشيء أكبر، لشيء لا يمكن للعقل أن يدركه بسهولة. وفي صباح اليوم التالي، وبينما كانت الشمس تلقي بأشعتها الذهبية على المدينة كأنها تضيء آمالا جديدة، كان باهر في دكانه ينحني على طاولته منشغلا في صنع مفتاح جديد. كان الجو هادئا يعمه السكون إلا من صوت المطرقة التي تلامس المعدن كأنها تعزف نغمة من الحياة. وبينما كان يركز في عمله، إذ بالباب يفتح ببطء، ودخل الشيخ الغريب بخطوات هادئة تحمل معها
هيبة السنين وحكمة العصور. كان وجهه يشع نورا والذي يخترق عتمة الليل، وعيناه تشعان ببريق النجوم في ليلة صافية. وما أن باهر تفاجأ من حضور الشيخ، إلا أنه استقبله بابتسامة دافئة كأنما يرى في عينيه صورة والده الراحل. قدم له كأسا من الشاي وجلسا يتبادلان الحديث وسط أجواء من الألفة والود. قال الشيخ بصوت هادئ: لا أريد أن ألهيك عن عملك يا بني. ضحك باهر وقال بنبرة مرحة: هل ترى الزبائن يقفون بطابور طويل؟ وضحكا سويا كأنما يتقاسمان لحظات من السعادة الصافية. ولكن ما إن بدأ الضحك يملأ المكان حتى بدأت الزبائن تتوافد إلى دكان باهر على غير عادتها. كان العمل ينهال عليه فجأة كأنما أبواب الرزق فتحت له بلا نهاية. نظر باهر إلى الشيخ بدهشة وقال: أعذرني يا عماه، فما تعودت على هذا الازدحام من قبل. ابتسم الشيخ ابتسامة مليئة بالحكمة وقال: إنه رزق من الله، اعمل يا بني ولا تقلق. واستمر الحال على ذلك لأسابيع. كان كل يوم يحضر فيه الشيخ إلى الدكان يبدأ بتدفق الزبائن وكأنهم يجذبهم وجوده. كانت دهشة باهر تزداد يوما بعد يوم، ولكنه لم يستطع أن يفهم علاقة حضور الشيخ بهذا الرزق الوفير. ولكنه كان دائما حامدا لله شاكرا على هذه النعمة التي لم يكن يعرف سرها. كان باهر يقص على أصدقائه في الخان ما يحدث معه، وكانت الدهشة تعلو وجوههم كأنهم يستمعون إلى قصة من قصص الأساطير. كانوا يتساءلون عن سر هذا الشيخ والذي يجلب الرزق بوجوده، وكانت الأحاديث حوله تملأ الأمسيات بنوع من السحر والغموض. وعندما كان باهر يعود إلى البيت كان يحدث أمه عن العمل والذي زاد فجأة، مع أن حاجة الناس إلى المفاتيح والأقفال قليلة. كانت أمه تستمع إليه بحب واهتمام، وكانت تبتسم بسعادة لأن ابنها وجد رزقا وفيرا بعد طول انتظار. قالت له برقة: لما لا تدعو الشيخ إلى الغداء غدا لنكرمه على ما يبدو إنه بركة. وهكذا كان. في اليوم التالي دعا باهر الشيخ إلى الطعام، وعندما دخل الشيخ إلى البيت شعرت الأم بحكمته وهدوئه اللذان يحملان في طياتهما الكثير من الأسرار. كان وجهه مشرقا كضوء القمر، وعيناه تعكسان الخبرة والتجارب. أعدت الأم مائدة عامرة بأطيب الأطعمة تفوح منها روائح الطيبة والمحبة، وكأنها تود أن تعبر عن شكرها وامتنانها لهذا الرجل والذي جلب الخير إلى حياتهم. جلسوا حول المائدة وكانت الأحاديث تتدفق بينهما. قالت الأم للشيخ: أنت بركة لنا يا شيخنا، لا أعرف كيف أشكرك على كل هذا الرزق الذي جلبته لنا. ابتسم الشيخ وقال بصوت ملؤه الطمأنينة: الرزق من الله، وأنا مجرد عبد بسيط. قد يكون حضوري هنا مجرد سبب، ولكن الخير يأتي من السماء. باهر بنى دكانه بالحب والنية الصافية. كانت كلماته تعكس نور الحكمة والتجربة، وكأنها شمس تسطع في قلب باهر وأمه. شعر باهر بأن وجود الشيخ في حياته ليس مجرد صدفة، بل هو نعمة وهبة من الله تحمل في طياتها دروسا ومعاني عميقة. وكانت الفرحة تفوح بالمكان، وكعادة الأم تمزح مع ابنها وتقول له بنبرة ضاحكة تملأها المحبة: يا باهر، على طيبة قلبك وسعة صدرك ستتزوج ابنة الوالي. ضحك باهر من أعماق قلبه، قال مخاطبا الشيخ: إنها أمي يا صديقي، وأنت تعرف قلب الأم، لا تعرف أن ابنها لا يملك من المال ما يكفي لزواج ابنة الوالي. كانت عينا الشيخ
تتألقان بابتسامة خفية كأنه يحمل في طياتها سرا عميقا. لم يرد الشيخ، بل اكتفى بالابتسام والنظر إلى باهر وأمه بحنان وهدوء. كانت ابتسامته تحمل في طياتها حكمة السنين وتجارب الحياة، كأنه يضحك على ما يسمع أو يفكر في أمر ما لا يعلمه سوى قلبه العارف بالأسرار. واستمر باهر قائلا بنبرة مرحة: يا أمي، الجميع يعرف أن ابنة الوالي في غاية الروعة والجمال، ومشهورة بحكمتها وعقلها، ولكن كيف لفقير مثلي أن يحظى بها؟ ابتسمت الأم وقالت برقة: يا ولدي، لا ينقصك شيء، قلبك الطيب وروحك النقية تجعلانك تستحق كل الخير في هذا العالم. قد لا تملك المال، لكنك تملك ما هو أثمن من المال، وهو الحب والصدق والإيمان. كان الشيخ يستمع لكلماتها وكأنه يستمتع بمشهد من مشاهد الحياة البسيطة الجميلة، وعيناه تلمعان وابتسامته تضفي على وجهه نورا خالصا. لم يكن الشيخ يتكلم كثيرا، لكنه كان يفكر بعمق، وكأنما يحمل في قلبه حلا لكل سؤال وأمل لكل حلم. كانت لحظات الضحك والمزاح تعزز الروابط بينهم وتزيد من دفء العلاقات. مرت الأسابيع والأشهر، وباهر يعيش أيامه بسعادة كبيرة. الزبائن يتزايدون كلما حضر الشيخ إلى دكانه، وكأنما وجود الشيخ يحمل بركة خاصة. وكان مسرورا بهذا الحظ الذي لاقاه، ولم يكن يملك إلا أن يشكر الله على هذه النعمة. وفي ظهيرة أحد الأيام بعد صباح حافل بالعمل، جلس باهر مع الشيخ ليأخذ استراحة قصيرة، يحتسيان الشاي كعادتهما ويضحكان. كان التعب يبدو على وجهه، لكنه كان سعيدا بما حققه من نجاح. وبينما كان يتحدث مع الشيخ، لاحظ وجود حقيبة غريبة لم يرها من قبل. كانت الحقيبة تبدو قديمة، مصنوعة من الجلد البني ومزخرفة بنقوش غامضة تعكس أصالة وسحرا. لكن باهر لم يلقي بالا لهذه الحقيبة في البداية، واستمر في الحديث مع الشيخ. قال الشيخ بصوت هادئ: أتذكر قصة الشاب الذي جاء لتقوم له بعمل مفتاح لقلب حبيبته؟ ضحك علي من أعماقه وقال: وكيف أنسى هذا؟ وأظنك أنك كنت استمعت لحديثي مع أصدقاء ذلك اليوم الذي رأيتك للمرة الأولى. أجاب الشيخ بابتسامته المعهودة: نعم، هذا صحيح. وفجأة ولأول مرة نظر الشيخ إلى باهر بجدية وقال: ما رأيك لو استطعت فعلا أن تصنع مفتاحا لقلب تلك الفتاة؟ ضحك باهر من قلبه، لكنه عندما رأى الشيخ جادا في كلامه توقف فجأة عن الضحك، وضع كأس الشاي جانبا وقال بجدية: يا عم، ماذا حدث معك؟ وما هذا الكلام الذي أسمع؟ وكيف يكون هذا ممكنا؟ ابتسم الشيخ مرة أخرى ووضع الحقيبة الغامضة على الطاولة أمام باهر، فتحها ببطء وأخرج منها مجموعة من الأدوات الغريبة. كانت الأدوات تبدو قديمة لكنها براقة، وكأنها تحمل في طياتها أسرارا من العصور القديمة. قال الشيخ: بهذه الأدوات تستطيع أن تصنع مفتاح الحب ومفتاح السعادة ومفتاح الأمل وكل ما تريد. كانت دهشة باهر لا توصف، لم يصدق ما يسمع. نظر إلى الأدوات لا يعرف قيمتها الحقيقية. شعر بأن هناك شيئا غامضا سحريا في هذه الأدوات، ولكنه لم يستطع أن يدرك تماما ما هو. ابتسم بابتسامة خفيفة وأخذ الأدوات من الشيخ بحب وتقدير، محاولا أن يجاري صديقه الشيخ. لم يكن يدرك في تلك اللحظة أن هذه الأدوات قد تحمل في طياتها قدرة حقيقية على تغيير حياة الناس. قال بصوت هادئ: سأقبل هذه الأدوات يا عماه، ولكنني
لا أصدق أنني أستطيع أن أصنع بها شيئا كهذا. وغادر الشيخ المكان تاركا باهر في حالة من التفكير العميق. نظر إلى الأدوات ووضعها جانبا ولم يلقي لها بالا في البداية، لكنه شعر بأن هناك شيئا ينتظره في المستقبل، شيئا قد يكون أكبر مما يتخيل. كانت تلك اللحظات مليئة بالدهشة والتساؤل. باهر والذي اعتاد على صنع المفاتيح من النحاس والحديد والفضة وحتى الخشب يجد نفسه الآن أمام تحد جديد. هل يمكن أن تكون هذه الأدوات حقا سحرية؟ هل يمكن أن يكون لديه القدرة على صنع مفاتيح تغير حياة الناس؟ أمضى باهر بقية اليوم في تفكير عميق، وكلما نظر إلى الأدوات شعر بشيء من الفضول يتزايد في قلبه. لم يكن يعرف ما الذي يخبئه له المستقبل، لكنه كان متحمسا لاستكشاف هذا العالم الجديد والغريب والذي فتحه له الشيخ. كانت الأدوات تجلس هناك وتنتظر اللحظة التي سيقرر فيها أن يستخدمها ليكتشف بنفسه حقيقة القدرات التي يملكها وقدرته على صنع المفاتيح والتي تفتح قلوب الناس وتجلب لهم السعادة والأمل. في أحد الأيام وبينما كان باهر يجلس في الخان مع أصدقائه، لاحظ غياب صديقه العزيز تاجر القماش الذي كان يضيء الجلسات بحضوره وبهجته. تساءل باهر وزملائه عن سبب غيابه، حتى جاءهم الخبر المحزن بأن تاجر القماش قد خسر تجارته. كانت الخسارة كبيرة وأثرت عليه بشدة، حتى بدا يائسا محطما كطائر فقد جناحيه. وسأل باهر أصدقائه عن السبب في خسارته. قال صديقه: صديقنا معروف بذكائه وحذره في تجارته، كان متجره مليئا بالأقمشة الفاخرة والتي يجلبها من مختلف أنحاء البلاد، وذات يوم قرر أن يوسع تجارته ويجلب بضائع كثيرة من الأقمشة النادرة من مدينة بعيدة. عقد اتفاقا مع تاجر آخر كان قد سمع عنه كثيرا ولكن لم يتعامل معه من قبل. أرسل أمواله إلى التاجر وانتظر البضائع بفارغ الصبر. مرت الأيام والأسابيع ولم يصل شيئا. حاول الاتصال بالتاجر مرارا وتكرارا ولكن لم يتلقى أي رد. وبعد فترة اكتشف صديقنا أن التاجر كان محتالا وأن الأموال التي أرسلها ذهبت هباء. كانت الصدمة كبيرة، فقد خسر جزءا كبيرا من رأس ماله في هذه الصفقة الفاشلة، وبدأت الديون تتراكم، وبدأ متجره يعاني من نقص البضائع حتى اضطر لإغلاقه. حين علم باهر بالخبر شعر بالحزن العميق لصديقه العزيز. كانت عيونه تعكس أسى وكآبة، وفكر كثيرا بكيفية مساعدة صديقه التاجر. وفي النهاية قاده عقله لأن يجرب الأدوات السحرية التي أعطاها إياه الشيخ، لعل وعسى أن ينجح في تغيير حال صديقه، وبنفس الوقت هي فرصة ليرى صدق الشيخ الغريب وأدواته العجيبة. وقرر أن يستخدم مهاراته الجديدة ليساعد صديقه على استعادة الأمل. فكر مليا في صنع مفتاح الأمل له دون أن يخبره بسره، وعاد إلى دكانه وبدأ في العمل على المفتاح. اختار قطعة من الفضة النقية وجعلها تتلألأ كأنها تعكس بريق النجوم. نقش عليها رمز الشمس المشرقة كإشارة لبداية جديدة ونور يضيء الظلام. كانت المطرقة السحرية والمبرد والمقص تعمل بتناسق تام، كأنها تعزف لحنا سحريا يضيء الروح. وعندما انتهى من صنع المفتاح حمله بيديه بحذر كأنه يحمل جوهرة نادرة، وقرر أن يقدمه لصديقه تاجر القماش في لقاء خاص. وفي مساء هادئ التقى بصديقه وقال له: يا صديقي العزيز، أعلم أنك تمر بوقت صعب
وأود أن أقدم لك هذا المفتاح كهدية، قد لا تصدقني لكنني أصر أن تضعه في عنقك. سخر تاجر القماش من هذه الفكرة وقال بابتسامة مريرة: يا صديقي، ما الذي يمكن لمفتاح صغير أن يفعله لي؟ ولكن من أجل صداقتنا سأفعل ما تطلبه. أخذ الرجل المفتاح وما إن وضعه حول عنقه، حتى شعر بشيء غريب يسري في عروقه. كان الإحساس عجيبا، وكأن طاقة جديدة تشع من داخله تملأ قلبه بالأمل والتفاؤل. عاد تاجر القماش إلى بيته، إلى عائلته، وكأن نورا جديدا يسطع في عينيه. بدأ يفكر في طرق جديدة لاستعادة تجارته، وأحس بأن الأمل قد عاد ليشرق في حياته كالشمس بعد ليلة طويلة من الظلام. كان تأثير المفتاح السحري واضحا على تاجر القماش، لكنه لم يخبر أصدقائه عن شعوره الغريب. كان يحتفظ بهذا السر في قلبه، مكتفيا بالشعور الجديد والذي ملأه بالطاقة والإصرار. وبدأ تاجر الأقمشة يفكر بطرق جديدة لاستعادة تجارته، وجلس مع نفسه وفكر في كل الأخطاء التي ارتكبها، وقرر أن يتعلم منها. خطرت بباله فكرة جديدة: لماذا لا يبدأ في صناعة الأقمشة بنفسه بدلا من الاعتماد على التجار الآخرين؟ وقرر أن يستخدم ما تبقى له من أموال قليلة لشراء أدوات النسيج والخيوط، وبدأ يعمل بيده. نسج الأقمشة بنفسه ووضع كل قلبه وروحه في كل قطعة يصنعها. لم يكن الأمر سهلا، فقد تطلب الكثير من الجهد والصبر، ولكن مع مرور الوقت بدأ الناس يلاحظون جودة الأقمشة التي ينتجها، وبدأت الطلبات تزداد. فتح متجره من جديد وملأه بالأقمشة الجميلة والتي صنعها بيديه. لم يصدق باهر عينيه عندما رأى صديقه تاجر الأقمشة يستعيد تجارته بفضل مفتاح الأمل. تأكد أن الأدوات السحرية التي منحها له الشيخ الحكيم تملك قوى لا يمكن تصورها، لكن باهر احتفظ بسر تلك الأدوات لنفسه ولم يبح به لأحد. وفي أحد الأيام، وبينما كان يعمل في دكانه بهدوء ويجلس الشيخ الغريب جانبا، دخل عليه رجل غليظ الكلام حاد الطباع يتحدث بلهجة عنجهية. طلب من باهر وقال: أريد منك مفتاحا وقفلا لدكاني، ولا أريد أن أتأخر في استلامها، عليك أن تكون سريعا في عملك، فلا وقت لدي لأضيعه. كانت طريقته في الطلب لا تخلو من الفظاظة وقلة الاحترام، وباهر بابتسامته الهادئة استمع إلى طلب الرجل وقال: بالطبع سأقوم بما طلبت. ولم يظهر في صوته أي غضب أو ضيق، بل على العكس كانت كلماته تحمل الهدوء. بدأ باهر في العمل على المفتاح، وكانت يداه تتحركان برشاقة وكأنها ترقص على نغمات خفية. وفي الوقت نفسه قرر أن يصنع مفتاحا آخر، مفتاحا يحمل قيمة الاحترام. نقش على المفتاح رمز قلب ينبض بالحب والاحترام، وعندما نظر إلى الشيخ وجده يبتسم ويومئ إليه بالموافقة على ما يعمل. وعندما انتهى من صنع المفتاح قدمه للرجل وقال: يا سيدي، لن آخذ منك مالا، وشرطي الوحيد هو أن تضع هذا المفتاح في رقبتك، فهو يحمل طاقة تحميك وتمنحك القوة. نظر الرجل إليه بعينين متسائلتين وكأنما يحاول فهم مغزى كلامه. سخر منه في البداية وقال: ما هذا الهراء؟ كيف يمكن لمفتاح أن يحمل طاقة؟ ابتسم باهر ابتسامة دافئة وقال: ربما لن تصدقني الآن، ولكن جرب أن تضعه في رقبتك وسترى. تردد الرجل لبرهة، ثم أخذ المفتاح ووضعه في عنقه كأنما يلقي بتساؤلاته جانبا. وما إن فعل ذلك حتى شعر بشيء غريب يسري في جسده. كانت طاقة دافئة تجتاحه
وشعر بتحول غريب في داخله. بدأت ملامح الرجل تتغير وأخذت قسمات وجهه القاسية تلين. نظر إلى باهر نظرة مختلفة، كانت تحمل في طياتها امتنانا لم يشعر به من قبل. قال بصوت حنون: لا أدري ما الذي فعلته بي، ولكنني أشعر بشيء غريب، أشعر بالهدوء. ابتسم باهر ولم يقل شيئا، وخرج الرجل من دكانه بهدوء، كأنما قد أعطي فرصة جديدة لرؤية العالم بنظرة مختلفة. أدرك باهر في تلك اللحظة قوة الأدوات السحرية التي يملكها، وكيف يمكنه أن يستخدمها لنشر الخير والاحترام بين الناس. مع مرور الأيام أصبحت حياة باهر أكثر ازدهارا بفضل حكمته وتوجيهات الشيخ، والأرباح تزداد يوما بعد يوم، وتحسنت أحواله المالية وأصبح ميسور الحال. كان دكانه يعج بالزبائن والذين يأتون من كل مكان ليطلبوا مفاتيحه المميزة. وفي يوم من الأيام لاحظ باهر أن الشيخ لم يحضر كعادته، كانت هذه أول مرة يغيب فيها، وشعر بالقلق يزحف إلى قلبه. حاول أن يطمئن نفسه بأن الشيخ ربما انشغل بأمر ما، لكن غيابه استمر لليوم الثاني ثم الثالث، وبدأت الهواجس تتسلل إلى عقله. في تلك الأيام الثلاثة كان يجلس في دكانه مترقبا ويتساءل عن سبب غياب الشيخ. كان يفتقد حديثه الهادئ وحكمته التي تملأ المكان بالسكينة. كان يشعر وكأن جزءا من روحه قد غاب مع غياب الشيخ، فقد تعود على حضوره وأحبه كأب له. وأخيرا وفي اليوم الرابع، بينما كان باهر منهمكا في عمله، رأى الشيخ يدخل إلى الدكان. كانت الدهشة تغمر وجه باهر، وصارع لاستقبال الشيخ بفرحة غامرة. عانقه بشدة وشعر بالراحة تسري في قلبه من جديد. نظر باهر إلى الشيخ وسأله بلهفة: أين كنت يا عم؟ لقد قلقت عليك كثيرا. ابتسم الشيخ بهدوء وقال: لا تقلق يا بني، كنت في رحلة قصيرة لقضاء بعض الأمور. لاحظ باهر أن الشيخ لم يتغير شيء في مظهره أو سلوكه، كان هادئا كما عهده، بعينيه اللتين تلمعان بالحكمة والطمأنينة. جلس الشيخ في مكانه المعتاد وأخذ رشفة من الشاي الذي أعده له باهر، ثم قال الشيخ بصوت مطمئن: لا تخف يا باهر، فالخير قادم إن شاء الله، فقط استمر في عملك بجد وإخلاص، وفي يوم ليس كغيره. على صوت المنادي في أرجاء المدينة بأمر الوالي ينادي على كل من يستطيع حمل السلاح للحضور فورا إلى قصر الوالي، فقد كانت المدينة على شفا هجوم عنيف من جيش سفاح لا يرحم، جيش يريد القتل وسفك الدماء. وكان جيش الوالي قليل العدد، عاجزا عن صد هذا الهجوم العنيف، لذا قرر الوالي أن يجمع كل الرجال والشباب لبذل جهدهم في حماية مدينتهم. انتشرت الأخبار في المدينة كالنار في الهشيم، مسببة الذعر والهلع في قلوب الجميع. وكان باهر صانع المفاتيح أول من أصيب بالذعر والخوف، وبينما هو في حالة من التوتر والقلق رأى الشيخ جالسا في زاوية الدكان يبتسم كعادته، تلك الابتسامة التي تحمل في طياتها الحكمة والطمأنينة. لم يستطع باهر كبح جماح قلقه، فسأل الشيخ بصوت مضطرب: ألا يهمك ما يحدث في المدينة؟ سوف نموت جميعا. نظر الشيخ إليه بنظرة عميقة وقال بهدوء: بل ربما، ولكن هذه فرصتك يا باهر. ازداد ارتباك باهر وقال: فرصتي؟ ماذا تقول يا عم؟ لا دراية لي بالقتال، ولا أستطيع أن أحمل سيفا لأقاتل. يبدو أن غيابك قد أثر على عقلك أيها الشيخ. ابتسم الشيخ تلك الابتسامة الواثقة وقال: يبدو عليك الخوف والهلع،
ولكن الحل بيدك، أنت من يستطيع أن ينقذ المدينة. دهش باهر مما يسمع وقال: أنا؟ وكيف هذا؟ نظر الشيخ إليه وقال: ألم تؤمن بنفسك بعد؟ أنت تملك قوة عظيمة، وأنت وحدك من سينقذ المدينة. قال باهر بصوت يملأه الشك: أنا صانع مفاتيح ولست فارسا. وفي لحظة خاطفة تذكر الأدوات السحرية التي وهبها له الشيخ. نظر إلى الشيخ الذي كان يبتسم بهدوء وقال: هل تقصد؟ أومأ الشيخ برأسه وأجاب: نعم يا صانع المفاتيح، بيدك الحل. جلس باهر على الكرسي مدهوشا غارقا في أفكاره، يحاول استيعاب ما سمعه للتو. كان الأمر يبدو مستحيلا، كيف لصانع مفاتيح بسيط أن ينقذ المدينة من جيش سفاح؟ لكن كلمات الشيخ كانت تطن في أذنيه، تمنحه شعورا غريبا بالقوة والثقة. واستمر الشيخ في ابتسامته المعتادة، كأنه يزرع في قلب باهر بذور الأمل والشجاعة. أدرك باهر أن عليه أن يؤمن بنفسه وقدراته، وأن هذه الأدوات السحرية قد تكون المفتاح الحقيقي لإنقاذ المدينة. في تلك اللحظات كان باهر قد بدأ يفكر بجدية في كيفية استخدام مفاتيحه السحرية لإنقاذ المدينة. كانت الأفكار تتدفق في ذهنه، وأدرك أن الأمل لم ينطفئ بعد، وأنه ربما بالفعل يحمل بين يديه الحل لإنقاذ الجميع. وغادر الشيخ المكان، ولم يلحظ باهر خروجه من الدكان لشروده وتفكيره. وفجأة نهض وقال بحماس: يا عم، لقد وجدتها. لكنه عندما التفت لم يكن الشيخ موجودا، فأقفل باب دكانه من الداخل وبدأ بتنفيذ خطته بكل جد ونشاط، وأمضى اليوم والليلة عاكفا على عمله لا يكترث بالوقت الذي يمضي. ومع شروق شمس الصباح قرر العودة ليطمئن أمه عليه، وقد نسي أن يخبرها بانشغاله في العمل. عاد بسرعة إلى البيت حيث استقبلته أمه بوجه مشرق وقالت له: إنك تجهد نفسك يا ولدي. فقال لها معتذرا: كنت كل الوقت في الدكان، أعتذر على عدم إخبارك. ابتسمت الأم وقالت: لقد مر الشيخ وأخبرني أنك ستعمل حتى الصباح لأمر هام، فدعوت لك يا بني. دهش باهر مما سمع وتأمل في حكمة الشيخ وعلمه، كيف عرف أنه سيبقى حتى الصباح؟ وسرعان ما طرد الأفكار من ذهنه ودخل إلى غرفته ليستريح قليلا قبل أن يعود إلى عمله. وعند الظهر عاد باهر إلى دكانه، حيث وجد الشيخ ينتظره عند الباب. قال الشيخ: لقد تأخرت يا بني. فقال باهر مبتسما: يبدو أنك تقرأ أفكاري يا عم، وأصبحت أخاف منك. تبسم الشيخ وقال: بعد عدة ساعات ستنتهي من عملك وسأرافقك إلى الوالي، هيا بسرعة إلى العمل. لم ينطق باهر بكلمة واحدة، ولكن الدهشة ملأت وجهه، وسرعان ما بدأ بالعمل مجددا مستغرقا في صنعته حتى المغيب. كان الشيخ ينتظر في مكانه لا يتحرك قيد أنملة، وكل زبون يأتي يعتذر له الشيخ لانشغال باهر. استمر صانع المفاتيح في عمله، وكانت الأدوات السحرية بين يديه تفتح له أفاقا جديدة من الحرفية والإبداع. كانت الأداة الأولى قد بدأت تتشكل بين يديه مفتاحا ليس كأي مفتاح، كل ضربة من مطرقته وكل لمسة من يديه كانت تنبض بالحياة، وكأن السحر يتدفق عبر أصابعه. نظر الشيخ إلى باهر بعينين تلمعان بالفخر والتقدير، وكأنه يرى فيه الشاب الذي طالما آمن بقدراته. قال له بصوت هادئ: أنت الآن تصنع أكثر من مفتاح، أنت تصنع الأمل والحياة لهذه المدينة. ابتسم باهر بحياء، وقد شعر بثقل المسؤولية التي ألقاها الشيخ على عاتقه.
لكنه كان يعلم في قرارة نفسه أنه قادر على تحقيق ما لم يتوقعه أحد، واستمر في عمله، والشيخ إلى جانبه كظل لا يفارقه، يدعمه بصمته الحكيم وابتسامته المشجعة. ومع مغيب الشمس كانت الأدوات قد اكتملت، ووقف باهر ينظر إلى عمله بفخر ورضا، وقال له الشيخ: الآن حان الوقت لنذهب إلى الوالي، هل أنت مستعد يا باهر؟ أخذ باهر نفسا عميقا وشعر بثقل المهمة التي تنتظره. كانت خطواته نحو قصر الوالي تفتح مستقبلا جديدا بمفاتيحه السحرية وإرادته القوية، وكان الشيخ إلى جانبه يرافقه كما رافقه دائما، مرشدا وموجها، ليبدأ معا رحلة جديدة نحو الأمل والنجاح. وعند الوالي الذي كان مشغولا بتحضيرات الحرب، حضر الحاجب ليخبره بحضور باهر والشيخ. دهش الوالي من هذين الزائرين في وقت كهذا، وهم بصرفهما، إلا أنه تفاجأ بهما أمامه ودون تردد. ارتسمت على وجهه ملامح الدهشة وقال بصوت حازم: من أنتما وماذا تريدان؟ لا وقت لي للكلام الآن. تقدم الشيخ بخطوات واثقة وقال بهدوء: أرجو من حضرة الوالي أن يستمع لنا بعد أن يخرج من في القاعة الملكية، باستثناء ابنته التي كانت بجانبه على العرش. كانت الابنة ترافقه في قراراته لحكمتها وذكائها والذي يتحدث عنه الجميع. دهش الوالي مما يسمع، لكن نظرات الشيخ جعلته ينفذ ما طلبه. عرف أن أمرا عظيما قد جعل هذين الرجلين للحضور، ومما شجعه أكثر على ذلك نظرات ابنته التي تومئ له بالموافقة على الاستماع. لم تمر دقائق حتى فرغت القاعة إلا من الوالي وابنته والشيخ وصانع المفاتيح. قال الشيخ: أيها الوالي، هذا الشاب يستطيع مساعدة المدينة من غزو الأشرار، كل ما عليك فعله هو أن تمنحه الفرصة، فهو يملك سلاحا لم تسمع عنه من قبل. دهش الوالي مما يسمع وابنته كذلك، وأردف الشيخ قائلا: وإن نجح هذا الشاب وهو من أمهر صانعي المفاتيح، سيكون زوجا لابنتك. أقول لك إنها لن تجد أفضل منه في كل المدينة لطيبة قلبه وشجاعته. كانت الكلمات الأخيرة تنزل كالصاعقة على الوالي: فمن هذا باهر حتى يتجرأ على طلب يد ابنة الوالي؟ كل هذا وباهر يرتجف من الخوف لسماعه هذا الكلام. جلس الوالي يفكر بعمق، ووضعت ابنته يدها على يده وقالت بصوت هادئ: إن كان هذا في سبيل حماية المدينة أوافق يا أبي. أراد الوالي أن يرفض، إلا أن ابنته نظرت في عينيه وقالت: المدينة أهم مني أيها الوالي. صمت الوالي وقد ابتلع الكلام، ونظر إلى الشيخ والذي كان يبادله بنظرة تحمل ابتسامته المعهودة، لكنه قال بصوت عال: أوافق على هذا الشرط، ولكن إن فشل هذا الشاب وبقيت حيا سأقتله بيدي. قال الشيخ بهدوء وثقة: ونحن نوافق على هذا. ثم نظر إلى باهر والذي كاد قلبه أن يتوقف من الخوف، ولكن ابتسامة الشيخ خففت نوعا ما من روعه. وتقدم باهر خطوة إلى الأمام وقال بصوت مملوء بالعزيمة: سأبذل قصارى جهدي لحماية المدينة ولن أخيب ظنكم. كانت تلك اللحظة تحمل في طياتها مزيجا من الخوف والأمل، وكانت عيون الجميع تتعلق بباهر والذي وقف بشجاعة مستعدا لمواجهة التحدي الأكبر في حياته. بهذه الكلمات بدأت رحلة جديدة لباهر، لكنها محملة بالأمل والعزم. كانت المدينة تنتظر ما سيفعله، والوالي يترقب بقلق، أما الشيخ فظل محتفظا بابتسامته الواثقة، وكأنه يرى المستقبل المشرق
بعيني باهر. وفي اليوم الموالي حضر الشيخ وباهر إلى القصر محملين بصناديق كثيرة تحتوي على المفاتيح من الفضة اللامعة تتألق بجمال لم تره العيون من قبل. انفردا بالملك وابنته في القاعة الملكية، وأخرج باهر مفتاحا وقال بصوت مفعم بالأمل: يا مولاي، لقد صنعت هذه المفاتيح لجنودك البواسل. كل جندي سيحمل مفتاحا من هذه المفاتيح وسيصبح فارسا مغوارا لا يقهر، وبشجاعتهم سنتمكن من صد هجوم الجيش وتحقيق النصر إن شاء الله. حملق الملك بالمفاتيح التي أحضرها باهر ولم يفهم شيئا مما يقوله الشاب، لكن ابنته بحدسها الحكيم أدركت أن هناك سرا عظيما يكمن في هذه المفاتيح، فقالت لوالدها: يا أبي، لا نملك طريقة أخرى، أرى في هذا الشاب شيئا مميزا لم أره في أحد من قبل. نظر الوالي إلى ابنته واستجاب لنصيحتها، وسرعان ما أمر بإحضار قائد الفرسان وطلب منه أن يضع أحد المفاتيح في عنقه، وما إن فعل ذلك حتى شعر قائد الفرسان بقوة وشجاعة لم يشعر بها من قبل حتى في شبابه. قال للوالي بدهشة: يا مولاي، هذا غريب، أشعر بأنني أمتلك قوة الجبال. عندها أمر الملك فورا أن يأخذ كل جندي مفتاحا ويضعه في عنقه، وفي تلك اللحظة شعر الجنود بالقوة والشجاعة تتدفق في عروقهم، مما أعطاهم الإحساس بأنهم لا يقهرون. كل هذا والشيخ يجلس على كرسيه مبتسما كأنه يعلم أن الخير آت لا محالة. نظر باهر إلى الشيخ بابتسامة مماثلة وقد امتلأ قلبه بالثقة والأمل. كانت ابنة الوالي تراقب المشهد بدهشة وأعجاب، وقد أدركت أن هذا اليوم سيكون بداية لتغيير مجرى تاريخ المدينة. وبالفعل كانت هذه المفاتيح ليست مجرد أدوات معدنية، بل كانت تحمل في طياتها قوة الإيمان والثقة التي بثها باهر في قلوب الجنود. وفي لحظة تحولت المدينة إلى معقل للشجاعة والتحدي، مستعدة لمواجهة أي خطر قد يأتي. وفي اليوم الموعود اصطف قائد الجيش مع جنوده كأنهم جبال راسخة، وعيونهم تلمع بالإصرار والشجاعة وكأنهم يستمدون قوتهم من النجوم. ورغم قلة عددهم إلا أن شجاعتهم كانت كالنار التي تلتهم الخوف، وصرخات الحرب تتردد صداها في الأفق. حمي الوطيس واشتعلت المعركة وتلاقى الجيشان في ميدان القتال، وكأن الأرض نفسها تهتز تحت أقدامهم، سيوفهم تلمع تحت أشعة الشمس، وكل ضربة تنطلق من أيديهم تحمل معها قوة المفاتيح السحرية. الجنود الذين يحملون مفاتيح باهر كانوا يقاتلون بشراسة لم يعرفها العدو من قبل، كانت قوتهم غير عادية كأنها قادمة من عالم آخر، وكانوا يندفعون بلا خوف نحو العدو. وبعد فترة وجيزة بدأت ملامح النصر ترتسم على وجوههم. جيش الغزاة تشتت بين قتيل وأسير وهارب، لقد تحطم العدو تحت ضربات جنود الوالي، واندحر الغزاة وكأنهم كانوا يقاتلون ضد أشباح. وأعلن الملك في كل أرجاء المدينة عن انتصارهم الساحق على الأعداء، وأخذت أصوات الفرح ترتفع في السماء، وتجمع الناس في الساحات والشوارع يحتفلون بنصرهم العظيم. وعندما سأل الملك عن سر هذا النصر وأصر على معرفة الحقيقة وراء قوة المفاتيح والتي جعلت جنوده لا يقهرون، تقدم الشيخ نحو الملك وقال بحكمة وهدوء: يا مولاي، عليك ألا تسأل عن السر، فقد نلت ما طلبت، لقد منحك الله هذا النصر بفضل صانع المفاتيح، والآن يجب عليك الوفاء بوعدك وأن تعلن
زواج ابنتك على باهر. ذهل الملك من كلام الشيخ، فقد كان يعرف أن وعده كان جزءا من الاتفاق، ولكن لم يكن يتصور أن الأمور ستؤول إلى هذا الحد. نظر إلى ابنته والتي كانت تبتسم بثقة ورضا، وشعرت أنها وجدت في باهر ما لم تجده في أحد غيره، تلك الشجاعة والنبل والطيبة التي جعلت منه البطل الذي أنقذ المدينة. وقف الملك أمام الناس وأعلن بصوت يملأه الفخر والعزة: أيتها المدينة العظيمة، بفضلكم وبفضل شجاعة جنودنا وصانع المفاتيح باهر، انتصرنا اليوم على أعدائنا، ولقد وعدتكم بوعد وها أنا أفي به، أعلن زواج ابنتي على باهر صانع المفاتيح، الرجل الذي أثبت أنه يستحق كل احترام وتقدير. ارتفعت الهتافات في كل مكان وعمت الفرحة القلوب. كانت هذه اللحظة تتويجا للجهد والإخلاص والتفاني. تقدم باهر نحو الوالي وحياه باحترام، ثم نظر إلى ابنته بابتسامة ملؤها الحب والتقدير. وسرعان ما كانت والدة باهر بين الناس ودموع الفرح تلمع في عينيها. اقتربت من ابنها وعيناها مليئتان بالفخر والحنان، وقالت له بصوت يرتجف من السعادة: ألم أقل لك يا بني إنك ستتزوج من ابنة الوالي؟ احتضنها باهر بكل حرارة ودموع الفرح تنهمر من عينيه، وقال بصوت مليء بالعاطفة: نعم يا أمي، تحقق الحلم وأصبح حقيقة. كانت لحظة مليئة بالعواطف، حيث التقت مشاعر الحب والفرح بين الأم وابنها. عاش باهر مع زوجته وأمه في بيت يملأه الحب والوئام. كانت زوجة باهر ابنة الوالي قد أدركت قيمة صانع المفاتيح وطيبة قلبه، وفي كل يوم كانت تكتشف فيه جوانب جديدة من شخصيته النبيلة، وكان حبهما ينمو ويزدهر. وشعرت ابنة الوالي بسعادة لم تشعر بها من قبل. كانت تجد في باهر ليس فقط الزوج المحب، بل الرجل الذي يملأ حياتها بالأمل والطمأنينة. كان اهتمامه بأمه مصدر إلهام لها، وزاد من احترامها له. كانت الحياة تزهر في بيت باهر كأنها حديقة مليئة بالورود، وكانت الأم تقضي أيامها وسط الحب والرعاية التي يمنحها لها ابنها وزوجته. وكانت تشعر بالفخر عندما ترى ابنها قد أصبح ليس فقط صانع مفاتيح، بل صانع السعادة في حياتهم جميعا. وفي يوم من الأيام كان باهر منشغلا في دكانه منهمكا في عمله المعتاد، حين دخل عليه الشيخ بابتسامته المعهودة. فابتسم باهر بحرارة واحتضنه بشدة شاكرا من أعماق قلبه، وقال له: بالله عليك يا شيخ، من أنت؟ لقد جئت من المجهول وجعلتني إنسانا عظيما. جلس الشيخ بهدوء ولأول مرة تنهد بعمق وقال: يا باهر، كنت صديق والدك فيما مضى، وكنا ماهرين في صناعة المفاتيح، وكان يطلبنا الفقير والغني. كانت أسطورة الأدوات السحرية لاحقنا في كل مكان، وكنا نسعى جاهدين للبحث عنها. مررنا بكثير من الصعوبات وكدنا أن نهلك في رحلتنا الطويلة. توقف الشيخ لبرهة متذكرا الماضي بمرارة، ثم تابع: وبعد وقت طويل عثرنا على الأدوات السحرية وبدأنا باستعمالها في الخير، وجلبنا السعادة للناس، جمعنا أموالا لا حصر لها، وانتقلنا من مكان إلى آخر. ولكن الشيطان وسوس لي بأن أستغل الأدوات لصنع مفاتيح للشر والانتقام والفشل، وأصبحت أجمع الذهب كما يجمع الناس القمح في الحقول. وهذا ما أغضب والدك الطيب القلب الذي كان دوما يسعى للخير. حذرني مرارا وتكرارا، لكنني لم أستمع إليه، وفي النهاية تركني وترك الذهب وغادر دون أن يودعني. تملكت الشيخ مشاعر الندم
وهو يسترجع ذكرياته، وأردف يقول: مرت علي سنوات وسنوات من عذاب الضمير، أقسمت على ترك المعاصي والعمل للخير فقط. بحثت عن والدك طويلا لأعتذر له، ولكن للأسف لم أره قط. وعلمت بوفاته من أهل المدينة، وعرفت أن ابنا من صلبه يعيش في المدينة، فقلت في نفسي: إن كان الابن مثل أبيه فسوف يحصل على الأدوات السحرية. نظر باهر إلى الشيخ بدهشة شاكرا لما سمع، وقال: والآن ألتقي بك هنا بعد كل تلك السنوات، أود أن أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، وستكون لي صديقا مثل ما كنت لوالدي. ابتسم الشيخ بحنان وقال: يا باهر، أنت من جلب السعادة والخير للمدينة، لقد رأيت فيك روح والدك النبيلة. استمر في طريقك، ولا تنسى أن الأدوات السحرية تكمن في قلبك الطيب وعزيمتك الصادقة. كان علي يشعر بالامتنان والحب العميق تجاه الشيخ، وفهم أن السحر الحقيقي لم يكن في الأدوات، بل في النية الطيبة والعمل الصالح. وعاش باهر بعدها مع زوجته وأمه في سعادة ووفاق، وكان دوما يتذكر كلمات الشيخ العميقة، مستمرا في نشر الخير والمحبة في كل مكان. انتهت الحكاية.